وزيرة الأزياء في الشرق الأوسط، أفضل سيدة أعمال، واحدة من أقوى 100 امرأة في العالم، كلها ألقاب حصلت عليها مسبقاً. إنجي شلهوب. مصممة أزياء لبنانية حاصلة على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة السوربون. التعليم الفرنسي العالي الذي حظيت به ونشأتها في تلك المدينة محاطة بالكولتور الفرنسي الغني كان له دور أساسي في حياتها الشخصية والمهنية، وترك أثراً عميقاً في تكوين شخصيتها وعملها واهتماماتها. وعندما عادت إلى الشرق الأوسط لاحظت أن الفرصة سانحة لتطوير مجال الموضة الراقية، ولهذا قررت أن تجعل من تسويق العلامات الفاخرة في المنطقة مهمتها الأولى. وبفضل شغفها بهذه الصناعة ومعرفتها بالمصممين العالميين، تمكنت من تأسيس إتوال جروب، والذي فتح أبواباً جديدة في مجال الموضة الراقية في الشرق الأوسط منذ ذلك الحين. قامت بعدها بافتتاح أول بوتيك لعلامة شانيل في الشرق الأوسط بالكويت، ثم أحضرت ماركة كريستيان لاكوا وفالنتينو وأيضاً أسماء عالمية أخرى إلى الشرق الأوسط. الخطوة التالية كانت تحقيق حلم حياتها، فبعد قضاء سنوات طويلة في هذا المجال أسست إنجي باريس، وبدأت من خلال هذه العلامة إصدار مجموعة صغيرة من فساتين السهرة، تميزت بأنها تجمع بين الحرفية الفرنسية وبريق الشرق الأوسط، حتى أصبحت ما هي عليه الآن علامة موضة راقية تلهم النساء. والآن هي تصدر مجموعات أكبر تختار منها النجمات العالميات أرقى الفساتين للظهور على الريد كاربت. عن جد I was waiting for this moment صراحة، لأنه دايماً I'm intrigued تعرف شو حتحضرنا إنجي. Spring Summer هو يمكن المواسم اللي أنت بتحبي هيك تفلتي فيها بخيالك. So tell us, what did you cook for us for this season? Thank you. أول شيء لألكم تكونوا موجودين معي. هالكولكشن is inspired by شروق الشمس، وصراحة يعني it's all about nature. الواحد لما بيكون على البحر عم يتطلع على الشمس وألوان الشمس، لما بيكون في هالشروق أو هالغرب الغروب it is what inspired my whole collection. So I wanted the collection to be very light, very fluid, weightless. ما فيها هالجمود، فيها أنوثة، فيها colors very pastel، ألوان كتير كتير بين الفضة والذهبي البلاتينوم، light gold، as well as all the colors of the bois de rose and the rose poudré مع ألوان الخضار للغروب. أنا بعرف إنه أنت أكثر واحدة بتحب تكتشف garments جديد وأقمشة جديدة، هذه لعبتك. سو شو أكثر شيء كان بالكوليكسيون؟ بهالكوليكسيون بلال أنا حبيت أول شيء أعمل دي ماتير شوية شفافة، شوية سي ثرو مع دانتيل سي ثرو، في أقمشة لامي. في كتير لامي بالكوليكسيون، بس حتى البروكار مثل أنا لبس الجاكيت الذهبي على أورغانزا، هيدا البروكار كتير خفيف منه أبداً جامد،
لانه مصنوع على اورغانزا. كمان عم بستعمل ماتير تكون بلو جيومتريك، يعني امبريمي من الكاندنسكي، الارت كولكشن اوف كاندنسكي ذات انسبايرد مي، والبازاريلي مع جيومتري ديزاين فيها. حلو. فلويديتي كانت موجوده، لايرز، في قصير، في طويل، في كل الدايمنشنز. مظبوط. اليوم المره ما في ضروره تكون طويل بالصحراء بس، فيها تكون طويل على البيتش او تكون طويل بغالا دينر. بالنسبه لي يعني قصير طويل ما في رول معين. It's about how she feels. هي كيف بتحس حالها بالجاردن. طيب بالاس اس 17 شو بتحس المره راح تكون؟ حره اكثر، مجنونه اكثر، متصالحه مع حالها اكثر؟ كيف 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 انجيز وومن؟ نعم، المراه كثير عم تاخذ strong role, a powerful role. إذا بتشوف اليوم عن جار لأول مرة عنا مرة designer، لأول مرة يمكن رح يكون في president in the United States، يمكن. بس اليوم المرة عم تسيطر على الرجال. أنا كتير مبسوطة. Well, you know what؟ أعطينا العالم للرجال خربه، فخلينا ملكة المرة تصلح فيه شوي. بقى اليوم صراحة بالديزاين بحس انه المرأة هي بتلبس التياب تبعها. She's the best ambassador of her clothes لما بتكون عم بتصمم. وغير عن هيك، على الأقل المرأة بتقدر تجرب الديزاين اللي عم تصممه، تشوف كيف it fits على جسمها، كيف على البودي سكالتشر، كيف الانر بيوتي بيطلع. And through the garment she can show really her collection. Absolutely. Last time لما شفتك كنت أول step لإلك في الشامبو سينديكال بباريس، وكنا هيك يمكن عاملين ألف حساب. لكن this time I think هي بعده نفس الخوف، بعده نفس الترقب، أو خلاص. Of course. Of course. دائما في خوف، لأنه it's difficult to be on the other side. يعني صعب علي كتير إنه أكون على the other side where people would judge you. So I hope the collection will be well perceived and that people will appreciate the work and the art behind it. إنجي رح نشوف الكوليكسيون بتاعها، البريت أبورتي. كلنا بنعرف إنه مدام إنجي صارت أوفيشيلي أون ذا كاليبر. إنجي هلو مرة تانية. أهلين. كتير حلو إنه هلا عم نخبر العالم إنه يمكن الكالندر عنده مقاييس معينة، وهلا it's a challenge. واليوم عم نعمل two shows instead of one. This is the first time I would do a real défilé. Okay. So I wanted a space that is very Parisian chic, typical of Paris. What is better than Place Vendôme to show my first time the collection of Inji Paris for the first time as a défilé. So what is the theme? What did you choose? So there is a big theme about black. Here okay, the black. A whole group of black, all in black. Excusez-moi, je peux vous montrer à la caméra. As you can see, these fabrics are a mix of two glitters and a little touch of embroideries which are representing flies as well as dragonflies. I can see the flies going everywhere.
excuse me, to with this diamond gold and black. The shoes are very new because yes. As you can see, we have the shoes in different styles. كم قطعة عنا؟ So we have 30 looks today. We are presenting 30 looks. I have an artist painting the same as the fabric on the handbag and the embroidery the same. Put it on the handbag to personalize it to match it. كوليكشن حد بلش تكون بالستورز starting from so you know that the big news is that we're opening Dubai Mall. Aha! Ah, that's super, that's really nice. Guys, welcome to NG SS18. I hope you're gonna enjoy the show. I'm waking up thinking how we used to be. I'm stealing her. I'm stealing her. I'm stealing her. What a glamorous, beautiful collection from NG. Congratulations. Thank you, Bilal. Coming from you, it's an amazing compliment. Where did you take us today? وين أخذتينا؟ كل مرة بتاخدينا على عالم جديد، كل مرة بس بتحافظي على الدي إن إيه تبعك وعلى التاتشز تبعك، which I loved it. بس اليوم حتى كنا live on Instagram and people just loved it. I'm so happy to hear that because as you know, I want to bring the best of both cultures. I'm French-Lebanese myself and the Mediterranean is so important for me and for the heart of all my family. So it's all very Mediterranean with the bright colors, white and the sea colors. Enjoy Paris Fashion Week. The Mediterranean touch was always also in the volume, in the, like the abaye, jalaba, kaftan. Absolutely, in the volumes, in the style, with a French touch. Okay. The signature, le petit papillon, la petite perle, everywhere. This is Ingie's now. That's the statement. Ingie means pearl, so. Somehow, this is something that is important for me and that has to be a little signature for the brand itself. موسم لآخر بنتفاجأ أكثر بهير كولكشنز بالريسيرش اللي عم تعملوا and بالكرييشنز إنجي باريس لربيع وصيف 2020. إنجي اختارت هذا الموسم أنه تاخذنا للمكسيك مثل ما عم بتشوفوا من الديكور واختارت محور الكرييشنز أو الإبداع. عم بمشي بالرمل, that's why I'm doing like this. اختارت الإنسبيريشن من فريدا كالو, هذه الشخصية الأمبليماتيك اللي خلت كل النساء ياخدوها كرول موديل, تحرير المرأة, شخصية المرأة, فنانة من الطراز الأول, وعلى الصعيد الشخصي ألهمت الكثير من السيدات ويمكن ألهمت أيضا مدام إنجي. خلونا نشوف مع بعض الكوليكسيون لربيع وصيف 2020 من باريس فاشن ويك وإنجي باريس. Welcome to إنجي باريس. إن
انجي خبرينا، راح نروح على رحلة للمكسيك ما هيك؟ مزبوط. اليوم رحلتنا بتاخذنا لبعيد وبنفس الوقت لقريب، لأنه فريدا إذا كانت عايشة معنا اليوم كانت فهمت المسج of courage of هالمسج القوي اللي كانت هي representing women، and هي فتحت الباب لكتير نسوين من بعدها وصارت مثال للمرأة. Just take it like a man. The strange face of love. Excellent. لكن احنا عندنا 41 look ما هي؟ اليوم I'm presenting 41 looks، وآخر look راح يكون عبارة عن المرأة المكسيكان مع البيج شول الراوند فيس اللي كانت جاية من هالفيليج فريدا، بس بنفس الوقت عملته بطريقة مودرن. خلينا نشوف مع بعض البيسز. قولي لي شو أكتر شيء حبيتيه أو أكتر شيء أخذ شغل ووقت أكتر؟ في كتير قطع أخذت شغل كتير. هذا مثلاً عبارة عن الألوان اللي حطيناها بالكوليكسيون. عملت اندونتال سبيشل بهالألوان هيدي، وهيدا البرينت مثلاً اللي عم تشوفه كمان هيدا المين برينت تبع الكوليكسيون مع كمان نفس الالوان، ومثل ما بتلاحظ all is signed Angie Paris. حابه كمان فرجيك تفاصيل الامبرويدري اللي موجودين هون. كل هالشغل small details عن قريب، اذا تقشع كل هالشغل يعني خرزة خرزة صغار كتير بطريقة فنية، لأنه كانت فريدا كمان فنانة وكانت تلبس كل الكورسي، وراح تلاقي كتير كورسي بالكوليكسيون لأنه هي كانت عاملة أكسيدان وكانت تلبس كورسي ومسطحة تختة وهي عم ترسم على اللوحات وهي نايمة. بقى كل شيء رسمات كذا، والريي ريي كتير مهم بالكوليكسيون لأنه كمان المكسيكان لوك فيها كتير ريي مع نفس الألوان مثل ما عم إنجي. الشغل اليدوي بيكون في سول، بيكون في روح، لأنه هالقد effort هالقد spirits تحطت فيه energy. صحيح صحيح، الواحد يعني بيكون شاغل كل قطعة. That's why بنقول living piece، لأنه عن جد بيكون تحط فيها كتير شغل. إذا تدقر هالشغل هيدا خرزة خرزة كم من ساعة نحطه، مثل ما كنت عم أقول لك مثلاً من الستول المكسيكان أخذت الانسبيريشن لحط كل هالفرانجات على الفساتين وعلى سام ديتاي حتى على الجزادين. في عنا كمان شيرت مع الفستان تحت الفستان، هيدا كمان مرة عبارة انه اخترعنا لوك، اخترعت لوك يكون شوي بين الماسكولين والفيمينين، لأنه فريدا كانت كمان تمثل هالقوة الجبارة اللي خليها تطلع من كل اللي she suffered a lot، وكان عندها كتير courage وكان عندها هالشجاعة، وكانت تلبس من وقت لوقت سوت رجالي أو شميز مثل هاي ريه. ستيتمنت اوف قوة هيدا. صحيح. بقى هيدا ال ما فيني اقوله بالعربي، بس عبارة عن الليذر هارني بوجو موفيز مع الليذر وورك.
آخر تشكيلة قدمتها إنجي باريس كانت فول وينتر 2020-2021، وبعدها جاء دور كورونا، ومثلها مثل الكثير من دور الأزياء لم تقدم إنجي أي تشكيلة جديدة من وقتها دون الإعلان عن السبب بوضوح أو عن موعد التشكيلة القادمة حتى الآن.